مؤخرا من إسبانيا والذي كان على ملك بلحسن طرابلسي سهر الرئيس السابق. يخت طوله 32 مترا ونصف المتر وعرضه 8 أمتار. محكمة الاستئناف بمدريد قضت بإرجاع هذا اليخت إلى السلطات التونسية رغم محاولات محامو بلحسن طرابلسي الطعن في القرار. هو قرار صادر عن محكمة إسبانية، وهو قرار أصدره القضاء منذ سنة تقريبا، وقد وقع الطعن فيه، لكن محكمة الاستئناف الإسبانية قررت إرجاع اليخت إلى تونس، وهذا يعتبر نصرا للعدالة وللشعب التونسي أيضا. اليخت الذي جلبته البحرية التونسية ليرسو بالقاعدة العسكرية البحرية ببنزرت للصيانة قبل نقله إلى ميناء حلق الواد لم تحدد قيمته بعد في انتظار عرضه على الخبراء، لكن هناك تقديرات أولية. أنا أقول ما بين 4 و5 مليون دولار، يعني هذا الأسعار القاعدة الآن تروج، ما نعرف هذا إلا ما يقع الأخصائيين، ما كنتش نتصلوا بالشركة التونسية للملاحة على ستيان، هما عندهم قالوا لي إخوة الخبراء في هذا الموضوع. لجنة الأموال المنهوبة بالخارج اختارت الطريقة القضائية رغم صعوبة الإجراءات لتعقب كل هذه الأموال في أنحاء مختلفة من العالم. عندنا حوالي أشياء نلوجوا عليها في سويسرا، وعندنا ملف محلول في فرنسا، وعندنا ملف محلول في كندا، وعندنا سويسرا في الشك، وليبيا. ليبيا أخيرا لقينا دار، يعني ليبيا ملك من واحد من أعضاء الأسرة المالكة السابقة، قاعدين نتبعوا فيها. وتبلغ عدد الإنابات القضائية الدولية 74 إنابة موزعة على 30 دولة أوروبية وأمريكية وعربية وإفريقية، تتضمن طلبات تعاون دولي من أجل كشف الأموال المهربة وتجميد